نادي الرياضي صفاقسي وعلى غرار بقية الأندية التونسية يعرف أزمة مالية خانقة في آخر الموسم. في فترة يحتاج النادي تجديد عقود اللاعبين قبل نهايتها آخر الشهر. في ظل هالظروف، قبل بجمعة من مقابلة نصف نهائي كأس صالح بن يوسف اللي باش يجمعوا بالأولمبي للنقل في الملاسين، اجتمعت لجنة حكماء CSS برئاسة المنصف السلامي إلى جانب مجموعة من الرؤساء القدامى كيف محمد علولو وعبد العزيز بن عبد الله ولطفي عبد الناظر وجمال العارم. في الاستماع هذايا قيمنا الوضع اللي موجود في النادي الرياضي الصفاقسي، طبعا الوضع المالي الكارثي، يلزمنا نقولوا الكلمة الكارثي، والوضع الهيكلي، يعني الهياكل بتاع النادي الرياضي الصفاقسي ما هيش يعني موجودة وما لعبش دورها كما يلزم في السنوات الأخيرة. التشكيك في دور الهياكل ما يعنيش التشكيك في شرعية الهيئة الحالية، يعني مصطفى خماخم هو الرئيس المنتخب، هو الرئيس الوحيد في الوقت الحاضر في نادي الرياضي الصفاقسي. إذا كان طلب منا دعمه يعني كون نجم غضيوة، احنا مستعدين، ولجنة الدعم حتكون مسكون، يعني لجنة اللي دعم المكتب التنفيذي. وتأكيدا لهالتوجه، قام أعضاء لجنة الحكماء بزيارة الرئيس منصف خماخم للإطمئنان على صحته وللتأكيد على استعدادهم لدعم ميزانية النادي.